زەکات بە مزگەوت ناچی بە پرد ناچی بە بینای قوتابخانە و نەخۆشخانە ناچی بە زادە و بان ناچی بە کەناڵی ئاسمانی ناچی بە هەموو شتانە ناچی ئیلا بەو هەشت سنفانە ناچی ئەو هەشت سنفانەی کە خوای پەروەردگار باسەکا لە قورانی پیرۆزدا کە لە ناومەدا سێیان هەنا ئەگەر نا زەکات بەوانە ناچی لە سونەنی ئەبی داود پیاوەک دێتە خزمەت پێغەمبەری نازدار کە ئیمامی ئەبوو داود ڕیوایەتیەکە ئەفەرمەی پێغەمبەری خوای زەکاتم بدێ ئاگات لێبی موسڵمانی خۆشەویست پێغەمبەری نازدار ئەفەرمێ ئین الله تەعالە لەم یەرزا بحوکمی نەبیین خوای پەروەردگار ڕازی نەبووە بە حوکمی هیچ پێغەمبەرێک دووبارە یەکەمەوە خوای پەروەردگار ڕازی نەبووە بە حوکمی هیچ پێغەمبەرێک ولا غيري لغيري بيغمبرانيش بفيلسوفان بزانان بعقل مندان لا في الصدقات للزكاة خوا رازيني بحكم إيزكسك إلا بحكم خوي نبي حتى حكم فيها هو حتى خوا بخو حكم كر للزكاة فجزأها ثمانية أجزاء دا بشكر له سر هشت بشان لبر عند إمام شافعي فرمده بي إلا بدي هر هشتان بلام زبكاني دي كفر منزايزة قبدي يك نفرش فإن كنت من تلك الأجزاء پیغمبر نازدار فرموي أي كابرا أگر أتو لو هش صنفاني أعطيتك حقك أمن حقيت أدم زكاة أدم أگر لو هش صنفاني داوي زكاة إلا من نكي ناتي بلي ولا زامز قوتن قردارا فلان كسي دولة من زكاة دي ناتي مسلمانا أو زكاة لسلانا كوي كنالي أسماني دعويك ألو خوي دعويك اگر دعوش نکا دین اسلام هر بردوام بی که واتا ضرور نیه تو زکات بده کنالی ضرور نیه تو زکات بده پرده ضرور نیه تو زکات بده قطاب خانه چی که بینه اکرد ضرور نیه تو بده همو اوشتانی که غیر او هست صنفانه نه که واتا مسلمانان آگاتان لفقیر و جارکان بی آگاتان لمالی خوتان بی باروشک او مالو سر و تو سامانه گرم نکرد تو جسمەکەتان پێداغ نەکرێت